تكا طار. جا واحد جا جا ليتنا وجا بقات له زيت العسكر. طرقت في الماء تاوي. لا ما ادخل الحكري ادخل عفري اي السلام عليكم حاج رضي الله عنكم مواصلة لنشاطات مديرية المجاهدين تحت إشراف معالي وزير المجاهدين والسيدة وهي ولاية هيئة الشام نواصل في زيارة المجاهد الصحراوي علي الراعي الأول بلدية بني صاف وأردنا بهذه المناسبة عرفان له التي تضحياته أثناء ثورة نوفمبر الخالبة ارتأت مديرية المجاهدين أن تقوم وأن تقدم له تكريم رمزي أقول رمزي لأن المجاهدين تاعنا قد ما نعطو لهم كلو قليل لأن قدموا نفوسهم الإنسان ما كاش فوق النفس اللي قدمها للوطن هذا احنا بهذه المناسبة ارتأت مديرية المجاهدين كلها بتقديم هذا الاعتراف أقول الاعتراف المعنوي وهذه الهدية الرمزية لأبينا الحاج الصحراوي علي ونطلب من جماعة الأسرة الطورية تقدموا معايا باش يقدموا معنا التكريم تفضل الحاج عبد الرحمن الحاج قادري الحاج حفري تفضلوا تفضلوا معنا سي بعطوشي تفضلوا معنا حاجة هذا تكريم هذا بسيط هذا بسيط بسيط الحاج الحاج والتكريم هذا حتى بحضور الاعلاميه تاع النور تاع الاذاعه مرحبا والسي مزاد بارك الله فيها المتابعه النشاط تاع المديريه تاع الاسره الطوريه العمل هذا اللي رانا نديرو فيه احنا هذه وقفه نقول وقفه امام الاسره الطوريه مرحبا بكم سيدي مشرفين بكم سيدي ولعلكم احنا واجب احنا نقول احنا نديرو واجب يا ربي يا ربي نكونوا ادينا الواجب ان شاء الله لابد باش يكونوا
يكون بالهم عليها، على خاطر دروك هذاك الاستعمار مازال باقي عينه فيها، مازال باقي هذاك المتابعين من هذا ما يخرجش علينا، ولكن الشباب تاعنا يخصهم يكونوا واعيين. العالمين يوفقكم ويتمناو ان شاء الله، ونسلكوا رب العالمين المراه تاع رب العالمين تكون فيها خير ان شاء الله. هذا هو الانسان المهم الكبير ان شاء الله. وبارك الله يرحم الشهداء ويرحم المجاهدين ويحفظ البلاد، البلاد اللي يحفظها على راسنا وعيننا. ما احنا كبار يعني 90 عام ولكن مازال لو كان تحتاجنا يعني بلادنا احنا واقفين ما نخرجش عليها. نعرف بلادي هو كذاك بلادي هذا كروني تاع المخابرات، تاع المخابرات في الميديا. هادو ولادي، هادو ولادي جوج كاع حربوا يعني ذاك الارهاب وماتوا كاع ثلاثه. ما راسهم ماتوا كاع ثلاثه شهداء الوطن، شهداء الوطن. شهداء الوطن وهذا واجب. ما رانيش انا راضي بهذا الشيء، هذا اللي ربي بلاني به راني راضي. نحمد ربي العالمين. وهذه الاخرى اللي منها هي منا كنت زمورة، كنت في كومباني في زمورة. يعني دحين على الجزائر في 57 يعني كنت نجحت منا في الجهة منا تاع بريبو. نجحت ما شهر بس وصلت المغرب، وقعدت 3 شهور في السبيطار، ومن بعد داولي السبيطار تاع الدار البيضاء مع الجوج تاع 57 56 نجحت انا. ابري كي مشيت تما للسبيطار بعد اللي خرجت برا تما عند كان الناس تما مكان هذاك تما الجزائري. كل واحد يدي اللي يقدر عليه، يدي مجاهد ولا جوج ولا ثلاثه اللي يقدر عليه. اما لا بعدها وليت تما في كان عندك واحد البيرو تاعنا تاع المجاهدين في بربر تشويز. اما لا كما سوي جيب بابا في 57 حاجة على سبيل المعلومة. راه عندك تاريخ قيم. انا نتمنى منك تعطينا شهادة حية نتفاهم مع الجماعة التوعي تجي لعندنا، يجوا لعندك كما تبغي ان شاء الله. ان شاء الله سجلين شهادة حية سجلوها ان شاء الله. اما لا قلت لك بخير بابا كاع اللي جاوا في 57 كلشي بان له. كان معايا خمسة تاع قبايل جاوا كانوا في باري، كانوا في باري وجاو تما معايا تما. اما كان السيتيام راوند اسمو تاع الكاركور تاع محمد الخامس هما يهودوا البابور، خاطر البابور كان يجيو على اسم المغاربه السلاح تاعنا. وانا كنت مع دوك خمسه يعني في سيدي مومن فوق تما يطلعوا لنا دوك لابوليس ماروكان دوك الكاركور يطلعوا لنا فوق الفيرما. ومن تما انا نعاود نعمر في الفولفو هذا ونجيب الكداني الزغنغاني وزغنا مازال باقي بزاف صوالح ديالك. الله يبارك فيك. علمتوه ولا ما علمتوه؟ ما علمتوه سي؟ لا راه هضر معاه. اي دايت حشك حشك. حاج معلم. اه مولي المجاهدين. شراك الحاج؟ لاباس. الحاج عفري جابنا ربي ما خبركش في الوقت هذا. ما خبركش. لا لا خبرني. الله ينورك الحاج. الله ينورك. الله يبارك فيك سي بوعناني. ريح روحك حط بلاصتك. اهلا كيفكم؟ لاباس عليك. لاباس عليك. لاباس عليك. لاباس عليك. لاباس عليك. من الخيم ما يخوش الوطن تاعك، ما ينقصش الجبال. كاينين رزاق ولا دايرين فيهم تيخه ونعطيوهم الحمل نجبر لهم هما الخايبين. حنا كنا نرفدوا الشكاره تاع الدراهم وما نعرفوش الدراهم. واليوم راهم يخونوا وعندي رزقوا وعندي تسويق.
أنا هاد الدار اللي دارها اللي أنا يعني بيان فاكا هادي أنا ما فيش ما تحبش بيان فاكا هادي واني قانع والحمد لله وما كانش لي ما يقولش بوعناني قابط شرفي ومشى بركات هاود الله يبارك هلا وبعضكم هلا والوحدانية تغلبهم بالوحدانية كنت توحدوا مع بعضكم بعض خاطر كاينين الشياطين ويجيو هذاك تعرفوا هذاك مشي انت خاطرك بكره من دارينا هو هذا الجنود يقول لك هو يقول لي يقول لي نقول لهم تخافوا الشر الشر تخافوا من الشر الشر ما يخافش منه الشر تاع بكره هو هذا اللي حرق راه مخلينا فينا ولاو حتى لعند وكان ديدا بابا ما قدور احنا ولا ما قدور ها هو شفتو يقول لك واحد مين حاضر ركبتيه في الموجه انا كان غادي يروح في الاحياء باه شوف في الموجه انت تصور مديرية المجاهدين في اطار النشاطات تاعها مع الاسرة الطولية حبينا ندير لك واحد التكريم رمزي الله يكرمك تكريم رمزي للحاج بوعناني عمر المدعو احمد اثناء دوره احنا بالتكريم الرمزي اردنا من خلاله باش نعطوا قيمه دائما والقيمه دائما اولا نعدموا لنا واثنين في بلادنا والدوله تاعنا للمجاهدين تاعنا اللي ربي يخليهم ربي يخليهم بالمناسبه تقدم المديريه مع الاسره الطوليه بيعطيك تكريم رمزي اكون تكريم رمزي لان التكريم راك في قلوبنا والتكريم راك في قريصنا وانا راكم في قلوبي التكريم راك في قريصنا تفضل تفضل عائله الطوليه تفضل معكم صحه قدري حاجه بسم الله تفضل لا 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 ريح 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 تهريا 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 حاج عبد الرحمن الناس كي تصور كانوا بلاقا واحد الحاجه في كارت ماش عارف واش هي هذا كان حاجه ها هي وراها كلم الله السلام عليكم هاي السلام عليكم مصحف من القران الكريم اغلى حاجه اغلى حاجه حاجه الحمد لله وهذا هو اللي بيقول انا اغلى حاجه تفضل وما بغاو يخرجوا من هنا الله يخليك حاج قال كون داني من هنا خلاص والله يجيو يقعدوا هذو من الضو خير بسم الله من ولا من 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 الضو من الضو الله اليوم رانا معاه في زياره مجامله
في زيارة مجملة اليوم مع الأسرة الطورية. وهذا هذه الزيارات احنا بالنسبة لنا للمجاهدين تاعنا هذه هو اعتراف، اعتراف لجميع العمل اللي داروه، هو اعتراف للتضحيات اللي قدموها للوطن هذا، هو اعتراف لهؤلاء الناس اللي قدموا أغلى ما لديهم هو النفس هو الروح هو العمر. ومنهم من قضى نحبة هم الشهداء، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، مازالوا معنا لكن بقوة وإيمان كبير. حنا نتمناو نكونوا نديروا على الأقل شوية من اللي داروه، لأن الوطن هذا غالي وغالي بزاف، ورانا نمشوا في السيرة تاعهم، رانا نمشوا في السيرة تاعهم. حنا ربي قدرنا معكم الحاج، هذه اللي نطلبوها، حنا ربي قدرنا هذا التاريخ، وسيرتو مع الأسرة الدورية كي رانا ماشيين معاك. هذا هو ورث الآباء والجدود، ورثونا أنتم فرحوا، خافوا ما كاين واحد آخر اللي يعرفهمها. احنا متيقنين يا سيد المدير المجاهدين، ها هو راك تشوف فيه، احنا كنا كيما راك تقول كنت جيب غير شويه اللي كنا فيه، احنا كنا نعتبر روحنا احنا بجهاد اصغر، بصح انتم اليوم راكم في الجهاد الاكبر. احنا متيقنين منكم ان شاء الله خلف خير خالف لخير صالح، هذه متيقنين بها كاع المجاهدين. بصح نقول المجاهدين الحقيقيين هذه دائما نعتبرها في نفسي، وهذا يتحمل علينا الوقت باش نقول ان المجاهدين الاخيار والشهداء الابرار. لان علاش المجاهد كيما اليوم كنا في منطقه نتاع حكم عليهم الاعدام، المجاهد كان محكوم عليهم الاعدام ليل النهار بزبد، وقت ما تقلبوا في راسها محكوم عليه اعدام اخيار ورب العالمين. فمن كيما قلت الآية فمن ينتظر هذه هي سنة الحياة. كان عندنا مجاهد في الليلة الأولى اللي خرج استشهد، صح، وكاين المجاهد فات فيها في عدة عمليات اللي مازال ربي في عمره ومازال هارنا. كنا عند الصحراوي 93 سنة الله يبارك، وحضر في معارك وتبليسة السيد بوعداني أعمر المدعو السي أحمد، كذلك المرسي المتحدد كاذب الألم السي حفري، لأن ربي خلى هذا الخلفان هذه الأجيال السي قادري. هذا هو شيء اللي نتمناه لأولادنا احنا إن شاء الله اللي يتبعوه، ولا احنا لا شك ولا ريب فيها. السلسلة عمرها ما تفوت على خوتها، فرصة دائما تبقى فرصة، اللي يبغى يهدر ولا يريح.